حلال يتيم الله داك بتقول لا بكى بكى لا بكى يا ربي يمنع الهموم اللي بصدري الهب ضلوع استراحة والصدر متكا قله من ضيقة الصدر من ضيقة الصدر وشي من ضيقة الصدر حالي مثل حال اليتيم اي من ضيقة الصدر حالي مثل حال اليتيم ممداك بتقول لا بكى بكى لا بكى الله وين التمر يا راكان مشاهدك تمر مشاهدك يا مرحبا ما انت والله انا اتذكر جيت ترى ولد عمي الله لا يحييك انا هو الفيصل العظيم انه الفيصل مقبل بطيخة الله لا يحييك الله لا يحيي الله يحييك انت بس الله لا يحيي بطيخة امين الله لا يحييها وياخذها ان شاء الله مرحبا لكنها ضيف شرف عندنا تعرف الريال عندها مرتفع اجلسي اسمع اللحن هذا اسمع اللحن هذا عاد تراني انا الحين ادنى ما جابني على ارحبي ثم ارحبي ثم ارحبي قلت الصدر حالي مثل حال اليتيم الله هل اول احلى ما مداك بتقول لا بكى بكى لا بكى لو تكرها زياده مرتين بكيت انا ليه اليوم انا انا طيحتي توجعي انت ردد البيت هذا هو لسان حالك يقول انا طيحتي توجعي انا لسان ايش؟ إيه؟ لسان حاله راكان في كل موقف صعب لسان حاله اللي يقول انا طيحتي توجعي رياجيل يا رجال وحتى دموعي توجع الارض لا طاح تكبير هك الله اكبر تبي فنجال الله اكبر انا اقول ثبت اللحن اللي قبل شوي يا لا لا بيجي ازين صدقني والله مدروس يا عمر طيب الواحد اذا 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 متعومس وضايق لكن ما لقى ضيق تحل وش يسوي؟ يصطفر اي والله يبيض الله وجهك صلي على محمد صلي على النبي يصطفر يلعن الشيطان طيب اذا ما لقى السبب اللي هو ضايق منه عادي حتجي يا رجال انا بعض الاحيان اقوم انت يبي يبي يجعلها في الجنه يسميها عنازه يقول عنيزه اي صوت عنيزه قام اقول السلام عليكم ما يهرج احد وقلب على ايمن وقلب على العرب انا امسكت البطانيه منه انا متاكد لو انه غيري بشبحته كان كلاه بس انا التفت عليه شبحني قال خلنا نرقد ايه انا بفصل لا لا خليك خليك انا بفصل اشوف اللون وجه اسئله البطيخه شباب ما يحتاج انها ترد عليه ونفس الطريقه ترى البارح جاي هنا وساحب البطانيه منه في شبع قال تكفى يا ركب ابي ارقد لو انه واحد ثاني كليته يا ود احنا لو عدلنا نومنا اقسم بالله العظيم يضبط الريال والله يا نومي انا اليوم انه ابطل نوم متى رقدت؟ بعد البرايم 2:30 لا قبل بعد فهد بعد فهد الحين الساعه دي اختياريه بعد 3 اي بعد 3 وقمت يعود الساعه 8 فل 8 وشو؟ صبح يا اخي ساعة بالليل على 4 السلام يا محمد اقسم بالله واقعد ساعة ونص ساعتين عودت الى 10 وعودت ورقت هذه والله النومة ليتك ليتني موصي يقوم كان علمتني انا قمت يا طويل السلام الظهر ما عندي بس قايم يا ولد قافلة معي رقدت الساعة 3 بعد ضايق انا رقدت بعد الساعة 3 والله عاد قيلت انا لمني قيلت بعد الظهر الى العصر التعومس ايه انا قيلت لا ما قيلت قيلت من الضيقة خلا مهند بيوجه البطيخة أسئلة وجهها بطيخة أنت للحين تدورين الزلات للحين تراقبيننا من بعيد هناك ثم تجين تسوين لك لطيفة وأنت تحملوني وأنت ما أنت بلطيفة بطيخة بطيخة ما بك من اللطف شيء اسمع هداك يا ركام محمد سم بلشت في شيء يخرب كل شيء أوف 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 لو أني أسلم من تقلب المزاج والله العظيم كان ما شاء الله عليك والله العظيم كان ما شاء الله عليك هو صادق يا أخي أنا عجزت أعد نومي من إلي الحين تقريبا 27 سنة وأنا أخرب نومي وأرجع أعد لما أنا أول ما يخلصوا البث أرقد وشوف لو انه ظهرنا من ذا البرنامج ان شاء الله ترى بيتعدى نومك والله والله العظيم قلت ياخذ راحه ليه؟ لانك بتسدد فواتير اول يوم وثاني يوم بيتعدل انا يتعدل انا لو اعطونا يوم واحد بس الفتره ذي يوم يقولون يوم الجمعه معكم لين 3 العصر بيتعدل النوم والله مصيبه الحين لو صلوا الجمعه وعودوا قيلوا انا ما داني مقيال بس فقره عبيد
تخرب صح. تخرب المود. تدرون يا عوال من يوم دخلنا البرنامج ما حضرت فقرة عبيد الا مره. انا حضرتها انا حضرتها مرتين ومرتين ما حضرتها. والله ما حضرتها الا مره ذاك اليوم مقومني العوال مقومني نايف غصب ولا ما كان بقول. انا والله ما حضرتها والله ما بس النوم يا اخي. والله العظيم ان عبيد غالي. لكن انا المشكله كل من يوم دخلنا هناك كل ليله جمعه اكون في الاستديو مع عود الله الصباح. انت ما إيه. ما ما مالك اللايف يا ولد مصيبه. حلو الجلسه اللي فوق مره والله الحلوه انت ابو والله جميل انت الله يسعدكم يا عيال جزاكم خير والله دخلت كمس البرايم عظيم يا اخي. تدري ان زاد حبي والله لك العظيم. تدري ان زاد حبي لك في البرايم اكتشفت اني فعلا انا اعز واقدر الرجل هذا. انا ترى البارح والله يا ابو حسن والله ما حد يدري عن اللي بسويه على البرايم امس كله جاني شعور لا من طريقتي ولا من ذا ما حد يدري كنت صامد فيها وما استشرت احد. انا موقف هناك من جلوب محمد يقول ذا بيسويها بيسويها ذا من جده عمر يجيني ذا بيجاوب ولا شو وضعه ذا. تدرون كنت حاط في بالي 50% اني مغادر لانه علي خصومات عظيمه يا ولد. بس جاوبت الاسبوع الماضي علي 10,000 خصم. بس انك عوضت يا اخوي عوضت في المكتبه عوضت انت تخصم من هنا وتعوض ما من هنا. ما انا ما احسب العوض احسب الخساره. العوض راح قطيع يا اخيك. الله يبارك فيك وفيك ان شاء الله. قلت ان كنت مغادر ان كنت مغادر واشوفه والله في عيون زياد ان كنت مغادر في الشنطه ماني فاتحها اروح. ليش فتحتها طيب قبل العيال؟ فتحتها قبل خلاص عرفت من نظرته الفهد ومن توتر قلت والله لا افتحها والله ماني مغادر وافتحها قبل لا هو يقرر اني برجع. محمد طلع وراح وقف هناك وناظر اذان سفير الوقت محمد محمد بعد انا اشوف انه حبك زياده ما ادري هو عشان سفرات الوقت انت يا سوى ولا غلا قديم انا جيتها انا والله يا ابو حسن قلت ميده ان كانك ما جاوبت اقسم برب الكعبه اني ما عاد اسلم عليك بيض الله وجهك ابدا وقلت لك والله اني بجاوب انا بس صدق امس انا رب الكعبه ان قلبي مسحوب مسحوب تنكراسيه لين قالوا انك بتعود الحمد لله وانا اقول كذا يا حبيب اخوك والله بعدين سبحان الله ثلاثه الاسئله الاولى جت على طول طق طق خلاص 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 ما عاد في ابراهيم اشغلتهم خلاص ما عاد في ابراهيم ماني داخل ابراهيم والله ماني داخل ابراهيم خلونا ناذن انا زلقت يدي ترى يا الاصبع ذا كله نبي ناذن يلا يلا باذن في المسرح واجي أذن هنا أذن هنا مهند هنا؟ إيه والله لما نصلي هنا ناخذ فرشات ونصلي والله خلنا نصلي هنا خلنا نصلي هنا صدق طيب يلا هذه الكاميرا يا محمد معاون العمدة بيأذن هنا يا محمد يا يوسف يوسف تأكد في أحد من أذان أذان أذن أبو حي أو زلقت يدي يا ولد أقسم بالله أنك وقت تستعد بغى إيه بغى يجي في عينه مو منك من الأصبع من الأصبع إيه